Muganda agandika kati bye bigere bino. Inshallah. Agenda tutwala mu darasi ya leero. Tetugenda kusoma kitabo leero, yagenda tusomesa. Nkimanyi mmanyi olulimi Oluwarabu. Tusobola okusalawo n'ayogera boogezi Luwarabu lwokka nga temuli mu kuvuunula. Oba ninzivunnamuko obutonotono. أنا أسألهم ما رأيهم لو نجعل المحاضرة باللغة العربية فقط بدون ترجمة أو نجعل فيها بعض الترجمات. مهم لون ده تقولي شو بقولنا؟ أبغى كم بنتينو تقولين تقولين قتملي ترجمة تواني كي تقولون محاضرة قتملي مكوفون ولا بدون ترجمة واني كم كون؟ أتابع كم بتقولين قتملي مترجمة واني كا؟ هذا بالترجمة يريدون؟ بدون بترجمة. بترجمة. أبد ترجمة وان كي. أبد لانك تمونس. الظاهر لابد للمصطلحات. نعم. فضل. طيب. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فمثل هذه الجلسة هي من أفضل الجلسات، لأنها اجتماع في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى نتدارس فيه قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا. لعلنا في هذه الجلسة وهذه الدرس لأننا في درس اليوم نتذاكر أصول الإيمان بإجمال، أصول الإيمان التي وردت في حديث جبريل. نعم. قبل مريبا واليم مش مني في أوره مقدمة أو بقصي جاكو كونلا. إن توليز فانا كنا بويسيتي. Zezimu kumstuli zisingo kuweze bei. Kuwanga tukua tutukudia mchifo. Nga tuyugiriza dini. Tuogira ku Allah. Nebiga mbiyani na biswa. Kwa sadamu. Chachizifulu kuwanti zezimu. Ntule zisingo kuweze bei. Atenga. Zirimu. Mnyumba ya Allah. Mulutula luno. Tukina kuogira kumisingi jobu kiliza. Usulul ima. Tukina kuzogira ku. Ne tukina zio kila kumbu kazi nga wezijia muhadithi ya Jibril mpamfu fina jitumani. طيب تعرفون حديث جبريل يسمى حديث جبريل الطويل الذي ذكر فيه أصول الإيمان منا ومن حديث جبريل تانتي حديث يا جبريل مبامفو ولمسومي وايدي معجمان بانجي ديم ايو ايو كرمو emisingi gy'okukkiriza. Mani yaarifu alhadith? Ani agitusomeramu? Ani asoma hadithi eyo? Hadithi mashhur labud an yakun hadiran an talib alilm. Hadithi nkulu nnyo, buli musomi wa irimu alina okuba nayo. Ani ajja wano n'atusomeramu hadithi eyo? Alhadith يروي عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذا الأمر في السابق غريب، الآن ليس غريبا، يعني ممكن الواحد يأتي إلى المكان وفي كامل الليل هندامي وهو قد جاء من سفر السابق لا لابد ان يعرفه احد. نعم. الناس لو جاءوا الناس ما ديسي القران قال لي انزل كيريزا اذا ديس فاز مازون نانتي سكواتا موت لابد واحد منهم يقرا الحديث حفظا لانه حفظنا وأمرنا وشرحنا وحفظنا عمدة الأحكام وشرحنا. الآن نحن اليوم في بلوغ مرام أنا سمع
أورنجي جانب سمي هذا يقرأ الحديث نعم جميعا يقول يمي جوا عن عميد المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يلا عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فعجبني فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرنا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن عباراتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يطول في البنيان فلبثت ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ما شاء الله أحسنت ما شاء الله ما شاء الله أحسنت وجزاك الله خيرا أي جناكم واحد كده ما شاء الله ما شاء الله قبل كنت أذكر لإخوان إنه لما رحت الجامعة الإسلامية في المقابلة الدكتور سأل هذا الحديث فقرأت جميع الحديث فقبلت في الجامعة فقط حديث واحد ما شاء الله هي ليس جنة سمى وكنت انتابيو سوداء البيان بفسكار إيريم kati kusaidi yange ya byafayo nyo kwanga jibangambo nganchali na mtu mabega sikati yinjogera ko biri myaka ngabiri nasume ya hadith ne bampachi skar na ashahad lama saala annabi sallallahu alayhi wasallam lama saala annabi sallallahu alayhi wasallam an al-iman masala jibril annabi sallallahu alayhi wasallam an al-iman fa qala أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه مبادئ الإيمان ووصول الإيمان ولذلك مدارسة العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة تنطلق من مدارسة هذه الأصول أخي حديث مبتعن لك أقام بي تي إدى mtu ya janga nga wani watude habari yu watika watekitu kwa nga wangu manji zese mbeda zeta ishtariru wa aliru uledo mkasuro kujia wano nga tutu wangali ni kuchitu nga sito manji ni edda shalika tisoka echitari nga chizikuwe choko vili weyalinga azenga tiba mmanji ya ina kubanga tugala ula safari zibali wangu watambu denga wa itambu kongu ekyoshalina ng'okuba ate leero tekikyasoboka kubanga avawala ate atukula olwaleero omuntu asobola okubanga avawala ate atukula kati ate bwewuunya titumumanyi ku kitundu ate tatugala ensonga eyo yabeewunyisa nnyo naye olwaleero kyonna kyakyuka n'abava ewala basobola okutukula ate n'oku kitundu asobola okubanga abeerako nga temumumanyi naye nga tiwa ku kitundu kati lero byakyukamu byonna asobola okuba ku kitundu nga temumanyi asobola okuva ewala ng'atukula naye kati hadithi eno yagenda kukwatako kapaati kamu aka imani emisingi egy'obukkiriza era nga mikulu nnyo kubanga wasibuka aqiida wasibuka aqiida na
الأصل الأول هو أهم الأصول على الإطلاق، وهو الإيمان بالله عز وجل. قال أن تؤمن بالله. فما الذي يتضمن الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يتضمن أمرين أساسيين. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، والثاني تحقيق توحيده سبحانه وتعالى. Ensonga esookera ddala number one kwe kuba nti yamubuuza ku kukolagana n'obukkiriza, yamugamba nti omusingi ogusookerako ddala kukkiriza Allah, era ng'okukkiriza Allah kutudde ku mpagi bbiri. Ensookera ddala okukkiriza nti gyali Allah tabaraka wa taala. وش الركن الثاني؟ الأصل الأول الإيمان بالله يتضمن أمرين. الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، والثاني تحقيق توحيده عز وجل. سوف نكيز أنت جاري يوم بيدي وكاكاسا وبومو جاليوم وليش ممكن أن وليش مفاننا ويتين ويبيرنا. نعم. فلا بد أن يجتمع هذان الأمران. بمعنى لو أن شخصا آمن بوجود الله وأن الله هو الخالق، لكنه لم يوحد الله عز وجل وإنما أشرك معه وغيره، فهذا لم يؤمن بالله. أسورو كبانغا أكيريزا أنت الله جالي نياتي نغام غتاكو أبو نبو ويبالي غاكا سجالي نغام غتاكو أسابو غاكا بيلالا anoonya ebyenfuna ewalimu oluzaalo kati okukkakkana era oyo abatayise abatalina aqiida, kubanga bamukkiriza nti gyali bwe bali naye nga tebamusinza. والأمر المهم في هذا تحقيق التوحيد، لأن مسألة الإيمان بوجود الله عز وجل أكثر الناس يؤمنون بأن له خالقا خلقهم، لكن تجد كثيرا من الناس يشركون به. لذلك الأمر المهم هنا تحقيق التوحيد. كاتين سونغين كلو فيريوانو يونكو بانغو بيجس نو كاكاسا أو موغي مو يونا مشيا يو يا يور بوكاكا يو بولام يو رزالو يا سمولا يا سيبا يا كيريزا يا غانا تكيريزاكو يو كايا سولا أو لاكوبا tayiki atasobola buli kimu akisobola. Kati ensonga enkulu ennyo wano kukakasa nti obukwakulizo bwonna bujjudde mukkiriza nti gyali era mwawula, kubanga bakkiriza nti gyali bangi naye nga tetekumwawula. Kadhalik at-tawhid la budda an yastawrab jami' al-ma'ani fala yasih an yuqir بمعنى من معاني التوحيد ويترك معنى آخر. فكل ما دل عليه القرآن والسنة من معاني توحيد الله عز وجل يجب أن يحقق. كيفية التوحيد وتكن دوك بانغو كريزا مكرو قاشو قلنا نقابل قدام القرآن من أحاديث وكريكا يو أمكرو نرد أقولي نرد لك بالي توحيد ومسينج وكتبين فجزو بسلام ويسيقاتيزو النا توتيت لبقى قريكاي ودي أكاقاموكو النا إبالي أكاموكو كا وكاليت إبالي كاليت لوقوانتي شنشو ناشونو نكا. ولذلك المشركون سابقا كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون ماذا؟ الله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني يؤمنون بأن الله وحده هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يصرف الأمر ويدبره. نعم. أو في الدنيا أبان تبقى الشريك مش من يتبالي بكريزة الله تبارك وتعالى لنسمي التيكة
kyobanga babuziza bagenda kuddamu ani babuuza ani yakola eggulu n'ensi bagenda kuddamu nti Allah nga bakikkiriza ekyo era nga batuwali kuzibu ng'ate mu kaseera keeka nga bakimanyi yagabaliziki enyinyi ensi eno yeyagitonda ekyo baali bakimanyi okubedda nedda. فإذا كانوا يؤمنون بأن الله وحده الخالق لماذا سماهم الله عز وجل مشركين؟ كاتبوا بشماني أنت الله يدون دينسين رواتي أنت الله بيدهم مشركين لماذا؟ رواتي يعني المشركون سابقا يقولون الله هو الخالق وحده لا شريك له okuvedda nedda bamushiriku ne bagamba nti Allah yeyomu yatonda eggulu n'ensi teri yamuyambako ye mutonzi wanaffe ffennyini yeno yatukola teri eyamuyambako lwaki ate Allah baita bamushiriku أحسنت لأنهم لم يأخذوا بجميع معاني التوحيد esongeriyemu tebamalayo makulu g'ekigambo tawuhidi batwalako kamu ate nga tugambye bolekatiwekati obafuse mushiriku batwalako kamu ebira ne babireka ebbali الإيمان بأن الله وحده الخالق نعم هذا معنى من معاني التوحيد لكن أيضا من معاني أن تعبد الله وحده هذا معنى لا بد أن يحقق era mugamba ku makulu gaatekeddwa okuba gatuukirizibwa okuba nti asinzibwa ali omu yekka teri kimugattwamu lidhalika allah subhanahu wataala qaala anhum wama yuminu aktharuhum billahi illa wahum mushrikuun kyolaera allah ayogera kubo tebakkiriza abasinga obungi buba okugjako nga bashiriku bakola shiriki abasinga okukkiriza nti allah gyali yatonda yatuwa ekyokulya abasinga bakozi bashiriki yeeta gamba ffe abamuno abasaaze yategeeza bali فأثبت لهم معنى من معاني الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله فأثبت لهم فعل الإيمان لكن ما سماهم مؤمنين لأنهم لم يستكملوا المطلوب فسماهم مشركين نابا وايش تندو مبتندو بيا إيمان نابا تبا مؤمنون وما يؤمن أكثرهم ekyo kitegeeza ki nti ayogera kubakkiriza illa wahum mushrikuun ayogera kubo kyategeeza ano nti tebakkiriza bakkiriza yaako nti bonna bola bagenda ku nsaasi bakimanyi nti allah yatutonda hatta nabo benyininyini abakolayo abakubi b'ensaasi baita bajjajja jjajja kanoonya okuva ehoyima jjajja gundi bonna kubakkiriza nti allah yatonda yatuwaliziki era yatube kashaba ayogerako kubanga balinayo ekitendo mu bitendo ebyokukkiriza tawhid naye ebirala byonna ate ne babisuula kwe kufuna kyeppe okuba nti bamushirikun walmana huna annahum yuminuuna bianna allaha khaliquhum waraziquhum wahum yabuduuna maahu ghayrahu hakadha jaa tafsiruha an ibni abbas radiallahu anhu ekigambo ekyo kyayogera mu aya eyo ffenna gye tumanye eri mu yusufu surati yusufu alayhi ssalaamu ng'eggwaako ga nti ibuni abbas radiallahu anhu yali agivuunula yalaga nti ekyabaweesa ekitendo ky'obukkiriza kuba nti bakkiriza nti yabatonda yabawalizigi yatambuza obulamu bwabwe naye ate amakulu amalala aga tawhidi go ne bagasuula kwe kuba wate ewasema nti wahum mushirikuun bakanakinku mushiriki kubanga newasooka bakkirizaayo ate eri bakkirizako amakulu agamu ate amalala ne bagasuula ebbali ate nga tawhid gonna galina kuba kikumi ku kikumi tebagabaako 95 ku kikumi abada era bwofuna 95 ku kikumi nawe oba ofuuse mushiriku aqida alina kuvaayo yonna so situgendera awo mpola mpola tunalabire na waidha nadarna fi dalail alquran wassunna najid anna maani atawhid yumkin an nufassilaha aw najmaaha fi thalathat maani aw mumkin yani baad alilm yusammiha anwa
وهي الأول تحقيق توحيد الربوبية، والثاني تحقيق توحيد الألوهية، والثالث تحقيق توحيد الأسماء والصفات. أشوفنا بعما نجيبه كلا نبجوا تقول جميع ميتهكو نجت توحيدون كونغا أيها الذين تلمي ميتهكو نبجان ببيتلا وكاكاس الله وهم ومقتولا توحيد الربوبية كيف مربو مقتولا ذين نبلتا توحيد يوملا توحيد الألوهية وقول الله مو الله بوي كونغا وانجو fanana then ne balita n'omutego gwokusatu okwawula Allah mumannya ge n'ebitendo bye ebyekitiibwa. ونجد هذا مجموعا في مثل سورة الفاتحة في قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فهذا ربوبية، توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا في الأسماء والصفات وفي الربوبية أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في توحيد العباد الذي هو توحيد الألوهية. الفاتحة يوكا يكجل يا مقرغانو قلنا جتويت نولد نغا أي زيسوكا الحمد لله رب العالمين جتنا كفا أو كو كو توحيد الربوبية وكريزانت يمرزو الله تبارك وتعالى يمرزو جل جلاله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او نوجه الاسماء وصفات الرحمن يريني علي اجتندو شيء الرحيم كاكتي نمجم واقع توحيد الاسماء وصفات اتنى الربوبية ناكم او كتنالت اياك نعبد واياك نستعين قوي كاكت سنزا اتاو نوجه توحيد الألوهية. نعم. نأتي إلى تفصيل إجمالي لهذه الأنواع. النوع الأول توحيد الربوبية مأخوذ من كلمة الرب، والرب الرب في لغة العرب تنصرف إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول السيد المطاع، والثاني المالك للشيء، والثالث المصلح للشيء، ومنه جاءت التربية أو المربي. نعم. شجامبو نشجامو مع الفاتحة ترب العالمين. شجامبو ربو مليم يور ربو تينا مكرو أجاسوكا مليم نياجنا توا أساتو. مكرو أجاسوكا شجامبو ربو تيجا غشتكيزا بوسوي تينتو. Kanto ini nyumbe yo, ni pesa mtarafu. Ini nyumbe, kakati ni wajia tayari dada, nga orusi shikambora puchi jana chigezo mofuzi, nga bakabaka abo, ti yafuga au na, kakati yake ni wajia shikambora bo, nga chitegeza alongoza, amuntu alo alabidhi chusuru kulongoka. Atikati hata wewe chigambo tarubia kuwangu mzadi wabaliru mwana hapafa kumpisaze hafaku shucha ye nevetia tewogila kwa chombantu watumanyu goza ngoi inoku higo goza haba mutendeka wewe chigambo tarubia ya chivamu rabu. Wa arrafu ba'du ahli ilm bi anahu tawhidu Allah bi af'alihi min al-khalqi wal-razqi wal-ihya والإماتة ونحو ذلك. جنو نغا إشغامبو ربو أفاني بالي باتشيني من البتكيزة أنتو يقول الله تبارك وتعالى مبيكو رابي نغا بغاتو لابي ديدا ياتو كيري زيميكا جو كندو كوانغالا يتو كندو كريا ليزيكي وفادي وانو كونسي وجي انجي لدي وجي فرمادي كاتي أغوالي إشغامبو يجو التوحيد ربو بي وانغا يجو نيري أنتو كريدا fogafe kudigida kudigisi kulia kumyo kwebaka ye ya settinga chogenda bikolira panga ki ogenda bikolira munsi ki nosanga kubaza alira kuno atina ganti bela isirandi anoza ati atuka yeyo zionezo kugwa myazirina banga yimulezi wafe. Na
وتحقيق هذا التوحيد والاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الخالق وأن كل ما سواه مخلوق وأنه هو مالك كل شيء وأنه وحده الذي يدبر الأمور ويصرفها. كاكا توحيد الربوبية كاكا جل تبارك وتعالى بليهم يملزي واجو يوجد كفرمية بلاجيلو، أبي سكرت اليوم نبي ثوند، أبي قبلي ده، أبي سامن كول، أبي شفته توبه دلوا قبلي. كدام يه، أوكا كسان تيجي مولزي، أبي سكرت اليوم علي رابيلي، كازبين سبعة ولا جيلا، كازبين سوريسي دي مطالي، أبي سكرت دينغا سيه، بيلوا قبلي أعطونا أدلة على توحيد الربوبية. أعطونا أدلة على توحيد الربوبية. يعني من بينه وجود إثبات توحيد الربوبية. ناكيدا. نحن عرفنا من خلال التعريف أعطونا أدلة على ذلك. وكثيرة في القرآن كثيرة جدا جدا. أقسم بالله جدوى. أجي الله تبارك وتعالى. يملزوا بلي شيء تجون النبي سجد النبي تاليه على النبي ده تونا تونا وقائز وقائز تولنده وجود زبون جم كلا أدلة كثيرة في القرآن فزملا أعطونا دليلا على الخلق متوه وجود زبون لقانتي الله تونا آية يونا الله خالق إيش؟ الله خالق كل شيء. الله مش مين يشتون ده؟ بوريهم. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. أيون أيان توف؟ الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تبارك الذي بيده إيش؟ وهو على الملك وهو على كل شيء قدير. إذن هذه معاني كثيرة في القرآن تدل على توحيد الربوبية. النوع الثاني هو توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة أيضا. أمتكوا بوكو بلي توحيد الألوهية ngaogo kugira ku ibada kusinza gumteko koko bidi na lianna alilah ma maana ma maana alilah ishigambo ilah kitegeza ishigambo ilah alilah huwa maana ishigambo ilah kitegeza ذاته بس ما معنى الإله عموما يعني الأصنام التي يعبدها المشركون سماها الله عز وجل آلهة أبا سلام أقال قسين زبا الله قيت آلهة فما أغنت عنهم آلهتهم أقيت واتهم القرآن مسلم أقال قسين زبا قيت إله لماذا سميت آلهة؟ رأسي قيت آلهة. طيب في الهوى أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لماذا سمى الهوى إله؟ أكو أقرب فوق ميت ما جفنا أبو الله قيد إله القرآن كله. نقول يا قلبي أقوله لا.
yabita katonda mulamba naye alya mukuba katonda bomutawana yawa nafsi al ilahu huwa al ma'bud shiwaita ila kyekisinzibwa fal asnam sumiyat aliha li anna ahlaha abaduha era ebibumbe babituma ila kubanga banyini yo yebasinzanga wa الهوى سمي إلها لأن صاحبه يتبعه اتباع عبودية. نه أقول لكم متي ما هو الله نحوا يقولي تعيش كم بيجا إله كونغا أولو بانتو يين غبي أقول غبي أقول بيردا يا جاكان زين كولا بين يوميدا كولا بين جاكان سوسي ما تكع يجمع كام كني نه هوا نفسي هي تبا إله أولين سونغا توم تبا نعاج سينزا. لذلك الألوهية توحيد الألوهية هي الاعتقاد الجازم أن تعتقد جازما أن الله وحده هو المستحق للعبادة وتحقق ذلك في القلب واللسان والجوارح نشيب الانتي وكريزا وكتوحيد الألوهية وكاكا سموتما تجريت سنزيبا yonevi liyo kujago ye Allah tabarak wa ta'ala nochi kakasa mwotimago nochi sene mbikorwa ni mfiri ingi sosi kuchobi na bugezi katia mbikorwa tichiri ingi ulidhalik ma ma'na la ilaha illa Allah kakati wanotufude ya te natufuze chigambo la ilaha illa la chitegezaji ya kuna ilaha wal ma'bud ما يكون معنى لا إله إلا الله؟ كتب شبه قال إله تشسنزيبا يقول لا إله إلا الله تشتكي ذاتي لا معبود بحق إلا الله تشسنزيبا وبيسنزيبا يونام قطوف مزيمة وكجاكو قلب ويسمى توحيد العبادة لماذا؟ لأن الألوهية هي العبادة ولذلك نحتاج إلى أن نعرف العبادة ما هي العبادة كاكاتي تقامي تنو توحيد الألوهية أي تبا توحيد العبادة كاتويتا قانو من يشيقامبو عبادة شيئتي تتجاك شيئتا كويس يشيقامبو عبادة شتكيزاتي العبودية في أصل اللغة هي التذلل والخضوع وكباتي olimundu omusingi gwa kigambo ekitegeeza obugonvu n'okwekakkanya mu maaso g'oyo gw'okolako obuddu oluganda bwetuwulijja okutambula atadhalulu kwe kwetoowaza n'okukakkana mu maaso g'omukama wo wa almaqsud bihi التذلل والخضوع الذي يصل إلى حد العبودية التامة هذا ما يكون إلا لله عز وجل من صرفه لغير الله فقد أشرك تعطي شو أشتكيزة أمودو بابا سيشيكام بومودو نغابات بابا لنغابا قنف إذا باكا ما بابا كسريفز نومون تكونو تمسويرو كبانغا مقنف ونيري الله كويتا نيكويش أبادو شباكو لنغا kumusinza kusamateka age mukola ekigambo kyo kibego kisibuka ekyo na wimkina taarif alibada au taarif alibada bianaha ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min alaqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina era ngabulaba bisoro okuvunula ekigambo ibada nti linya likunganya ulikwantu kona Allah kayagalira nasima mubikorwa ebirabwa mubikora ne mubigambo ebirabwa ko ne bitala kwako e ntegera ekigambo ibadde kyasizukuba abanje begatta kubonna erinnya ismu jami'un linnya likungana likunganya likulli ma yuhibbu Allah ulikwantu kona Allah kayagalira
buli kantu konna kasita nga banga Allah akagala era ng'akasiima mu bikolwa mu bigambo ebirabwako ebitalabwako. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين ما هما؟ وبوكل عبادة زو وليم كسنزا الله كاكسا انتا جندا كذكي لزا عبادة زو كلا وخجا كومو كوليزا وبيدي ولا بسيكو تاجا كذكي لزا توكنا فنا ممبيرا وجا كوما زي بسيرا وخجا كوروكا كوليزا وبيدي وبينوكسو وخجولا ويولوا المسويك من المسويك خذ الكبير خلاص طيب كاكات ما هما بن ابن اسنجوا وانا بسجلي واو نعم هو كاونو مسواشي ايش ممكن تبي بي في 80 سنت ايوه الاخلاص والثاني طيب الاخلاص خذ واحده جانبوش ما مسواتي أعطيك إياه كذا أملالا والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من هذين الشرطين يعني إذا عملت عبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل إذا لم تكن خالصة لا تقبل كانت شعينك مانيا أبوى بريزو بوبيلي yonna ibada mulimu gogenda okukola omulungi wa sala kusiiba kusaddaka gulina okuba nga guliko obukakuliza obwo bubiri akasooka ng'obukola ku lwa Allah si kabandabe kabankakase ategere esente bwe zaawera guteekeddwa okuba nga gulina akakakuliza ako okukola ku lwani Allah tabaraka wa taala na wakadhalika almutabaa linabi sal llah alaihi wasallam ekyokubiri nga guliko okugoberera kuva ku nabi si kugunjawo ebyawo tekiddwa okuba nga guliko okugoberera enjigiriza ye yakukola atya sallallahu alaihi wasallam walmutabaa takunu bisifa bilhaia bisabab bizaman walmakan lidhalik ma sharaahu nabi sal llah sallam fi makan duna makan fahadha yani mathala altawaf hawla albayt fama yushra fi ghayri albayt istilam alhajar الحجر الأسود فقط الزمان صيام رمضان صيام الفرض وكذلك الصلوات الخمس هذه في الزمان وهكذا في العقود ونحو ذلك لا بد أن يراعى فيها الأسباب والخصائص والصفات والهيئات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاكاتم كون أبو متابعة أتغنبي kisiba kya mutaba kwe kumanya nabbi yakola atya omulimu guno gwe ŋŋenda okukola kifo ki ebiseera akola atya engeri gyekukolamu era atunuddewa era kyobalaba bwe gujja nga guliko ekifo kyokukolera mu kifo bwekiti togujjaayo kati ngo gwetunula kaba tojja kufunawo kayumbuta ne kukeeta olwoozi kubanga kyo kiri eri okumanya tulina okugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallama waliwo ibada zeyatuyigiriza ngaezo zirina ebifo si buli wamu enywanto yita alhajar al aswad bajjajjaffe bagituuma nywanto eyo era naye eryeri ate era naye wegituukako era bakulaga yagituukangako yakola bwati kati mutaba oteekeddwa okuba nga amakulu otudde n'osoma n'omanya omulimu ibada eno yakikola nga bwati ekitali kyo oba ogenda kukola kirala kula ku bantu balumi b'ekifuba si bulungi netukyagendera mpolampola walibada taqumu ala thalathati arkan arukun alawal almahaba an ta'budu allah aza wajal mahabatan lahu
والرجاء أن تعبد الله عز وجل راجيا، والخوف أن تعبد الله عز وجل خائفا. لا بد أن تجتمع هذه الأركان. وتبتكو لا يبادة والوين فاجي السر إذو ينوك بانغو تردك بلوغوزو وكتي مكسيركو كلا يبادة السوكة وكبانت وسنزة الله مغومو تريش للا تنشو جنو نعمو يبادة الشوكو بلي وكلا يبادة وصوبلا الرجاء وين الصوبي الشوكو بلي الشوكو ساتو والخوف kutia esubi kufuna mpira ate okutia ngoto kuoneleza ezimpaji zilisatu ezino kutolea kulibada na wa hada tawhid yani tawhid al-uluhiyya tawhid al-ibada huwa ahamu anwaa tawhid limada liannahu awwalu da'wat ar-rusul taamalu fi qasas الرسل التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه. كل رسول يبدأ بماذا؟ أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك الثاني لأنه هو الذي وقعت فيه المخالفة، أكثر الناس يخالفون في هذا التوحيد ولا يخالفون في توحيد الربوبية. كاكاتي توحيد يونو وكسينزا ينجين كلو موسمونو إلا وقنا وكشم يبان نبي ونا الله يسنغ باتمكو ينجي واسممو آيزا قرآن بابا نبي الله بياتمان غم بيفوق باباتمان غبقان بابان تباوي فاني مسينزي الله اليوم ياتشا سينزو كفاكين بيبس نجيبولينو ونا بساوزي أولا با wali kuzi TV zidendi ya viranga bali yangu kusinza katiwe wakwege ndereza nyo kubanga ya lika kafuyo ukuve dani dampaka nerelo tauhidi wa kusinza tuwale vya TV zidendi kukamba mbu ania tondensi ania tuwa mazi ania tutonda awasika bali ukeba itawo tenza gaja ya nungu ya mkasari ya teka wenseno wawuzivu kusinza na tabata katika hidi yoyo aino kwe wenye wabude nukusiwa kwenye sila fenda kubanga likembelebe sila mani na wa hatha التوحيد كما ذكرت لكم هو الذي وقعت فيه المخالف من كثير من الناس ولذلك حذر الرسل عليهم الصلاة والسلام و خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شدد في كل مخالفة تخالف هذا التوحيد ولذلك سد كل طريق يؤدي إلى مخالفة هذا التوحيد حتى بالألفاظ التوحيد قلت له بي إنك يجين سونغا الله تم بالنبي بنا بكا ويأتم حسين بيو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي يمتساق يساق نسياق توحيد يوغي وزاغان تبعيشوين آجي ونسونغ يوكسين نفت نمساق نسياق نوغمو يقريزا بالنفي نعم النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات ما معناه عرفه أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أمتك بوكسة لتوحيد الأسماء والصفات وغنو شكاً دوازا shikizu kaula Allah manyage nebitendo okumwa ula manyage nebitendo alasma ke manya asilati nebitendo na yetu numwa ula kubanga manya agage sikiri gafu wabasikiri ebitonde ebitende ebibye sibye gafu ebitende ebibye sibye gafu abatonde ebitendo
kati era tunomwawula mu mannya n'ebitendo era nga tawhidi ono abamanyi batulaga nti okukakasa ebyo byeyeetuuma bikakasa amannya ge geyeetuuma n'ebitendo byeyeeyita ebituulirwa mu Qur'an mu hadisi za nnabbi sallallahu alaihi wasallam paka kuteeka erigamba nti laisa kamithlihi shay, talina kantu konna kamufaanana, tekaliyo, teriiyo kintu kyonna kimufaanana ate ng'awulira era alaba. وينتظم توحيد الأسماء والصفات باستحضار ثلاثة أصول لا بد أن نستحضرها فيما يتعلق بهذا التوحيد. كانت أمتيكو بنوكو قولا ياتوتون دمان يعني بيتيندو قولي بيتيندو بيساتو يوتيكي دو قبانغا أو شنو يعني ريسي جوجي بيتيندو بيساتو چيشي أنا تبيولي لزابرونج. الأصل الأول إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تمثيل أو من غير تشبيه. وكاكاسا بيوننا بياتني ميزان تابيلي بياتشو ميزان تابيلينا نغاتي وينا تاني كاكو بيسي كاشفانا ودو جيزا كنت بايا كاشفانا نغاكوندي وشفانا ناشنا وفاشيدي. نعم طيب إيش معنى أثبت لنفسه؟ إذا أثبت لنفسه شيئاً أثبت لنفسه صفة. بابا يكاس زاكين سونغ أشتكي زاكي أبوي كاس زاكين سونغ شبا أشتكي زاكي كاس زاكي جيتين دو. والإثبات يكون بالاسم أو بالوصف أو بالفعل. أساس هذا سجى بس مسألة التوحيد بانا بان جيجمك مسومي مكالوبا جينزا نكفلو كلوزان جو مسومي ستماني كسومي kumba abamanyi naye tawhid si mwangu wa kuza mu Uganda kati okwekakasaako Allah neyekakasaako ekintu kiyinza okuyita nga yekakasizaako linnya oba kitendo oba kibula olina obikkiriza nga ye wabireese tobiteekamu kufaanagananga faidha athbata linafsihi isman fainana yajib an nuthbita baba ina erinnya liyeetuumye n'alyekakasaako bwokuba okukkiriza ekyo mithil maa atuna adilla nga kiki mwete obujulizi naam alqahar Allah azza wajal sama nafsahu bish alqahar atili tafadhali sheikh القهار ومكاسي نعم يعني ممكن تبيفون لك وفي يسمني نعم إذن عموم الأسماء التي أثبتها الله عز وجل كنا قمنا إيشين دا ومدا بتوشي مكوير قمنا يهدى تقام بناك كاكسا طيب بالوصف صفة أتبي تيندو نعم الحياة نعم أولم الحياة نعم نعطيه صفة الحياة مثل شغلة هذا أخذ ولا لا؟ وفني أعطيه زميلك طيب الذي أخذ يترك المجال لغيره يفني هذا مو أيضا ذو القوة ذو القوة المتين ساب نني ماني ذو الجلال والإكرام نني شتي وني قبل ما بيماني مرقانا طيب الجلال والإكرام إذن نثبت هذا أقفك كريزا تريك قانت قوانا أسوس قوانا نغي ودي بتيبا بيني طيب بالفعل أتهم بيكوروا أعطونا مثالا نعم خالق خالق أنتم تعطين وإن كان خطأ طيب غير عظيم خالق اسم ولا فعل؟ فعل وكتون دينيا وبا تشكر خالق خالق فعل ولا اسم؟ ها؟ اسم يقول اسم هو اسم فاعل من ايش؟ دينيا يا موكوزي خالق دينيا يا موكوزي اسمعني نعطيكم درس في النحو ها؟
كاتياتها وتقول بين زمو متيكا قالوا لي تتحملون النحو؟ من يحب النحو؟ أنا أقرأني النحو اسمه قول النحو حتى أنا لا أريد ما تريد تشويش إذا قال أعرف ما يلي أعرف ما يلي الإعراب وكوير إذا طيب الفعل أعطونا فعلا نعم يرزق من يشاء يرزق ايش فعل اسمه لله عز وجل قبل بابا يا قدري ايش تشكروا شنو تشكسا بابا يا قدري قبل بابا يا قدري قبل سوس بابا سوون بي لكن كل هذا الاسماء والصفات والافعال نثبتها من غير ايش من غير تمثيل لا نقول أنها تشابه صفات المخلوق كاتب تبيك كسا كسنا قد فنانيزا تجاب يبغى يقعد نعيس ورب كبير يبغى يقعد أو أجاب بابا نعيس آه هو جزء تي فنان كان ماشي طيب إذن هذا يأخذنا أنا سأنتقل للأصل الثاني لكن هذا يدل على أن الصفات منها ثبوتية نثبتها ومنها صفات إيش منفية لنفي عنها عن الله عز وجل طيب أنا سأسألكم عن بعض الصفات هل هي جاءت في سياق الإثبات أو سياق النفي كاكاتين قسنا كوين قرأيو ورمي بتين دو الله بي كاكسا كونغا بي كاكسا نفتنو بي كاكسا وهو بي كاكسا كيبي غانا gabina byaga ina byaga oro kubiri bwa kwendeleza nyo mtauhid walwe bitendo biyeka kasako ngane fitino bika kasanga bikiriza nawe byakwesanga agana urakizu mai mwete gereze nyo na ngi طيب ما لا تقولون في صفه الغضب ايش تندو شو kunyiga mchogera mochi nuthbita lillah أو ننفيها عنه. تشكى كسانت الله شيء نبى تشوف وجهه. ها؟ وانجي منكم كنوا. أبان الله نيجا ولا نيجا. يثبتون. ها؟ هم يثبتون. يثبتون لماذا؟ الواحد. ها؟ ها؟ لماذا نثبتها؟ أنا الواجب كاكسات عنين فيه دليل فيه دليل فيه دليل نعم فيه دليل من اللي جاوب أخذت ولا ما أخذت؟ يعني تقولوا بجلزم نرجع الأصل إثبات ما أثبته الله تشو تقام بجنو كاكسا مبيه كاكساكو مبيه كاكساكو عنين وغضب الله عليه وغضب هذه إثبات فعل قالت الله آية السنة وغضب الله عليه وعلى أنام الله نبنيك إذا قالت الله نيك لكن قد يشكل على بعض الناس عندي مشكلة صوت قالت أولوسة جيتا ونيابان وابان هل الغضب صفة مدح أو صفة ذم؟ أكنيك أشتندو شيرونجي وأشتندو شيبي أبا أكنيك أشتندو شيرونجي وأشيبي إيه؟ ممغامبي أنا ما أدري إيش قلت بس أحس إنها صفة الذم صفة الذم؟ طيب كيف نثبتها لله؟ كاتوين زوجة كو الله نو قاعد نشتند شيء بي وامو كريزا نو داو نو قاعد ولا هو قاعد بيت وين بيتند بي بي ونيجا كاتوش كي وراشوا تساكو الله جاي نبيتند بي مونغا بي بي حديث إرو لا تغضب أتينا بيتقول لا تغضب تومي نيجا أتي يلا نيجا هني أتقول له واو هذا كلام بكاء يجب أن ننتبه لهذه النقطة
Et ce sont les hommes qui étaient là. يقول نحن أهم شيء ثبات من تتداخل ما لنا تتداخل في هذه الأمور خلاص لماذا؟ لا ما مثبت لله نقصا ولذلك يجب أن نعلم أن الغضب ليس دما على الإطلاق وليس مدحا على الإطلاق من حيث هو وتبطل قرام وصومه كالسيدة يا الله سوى وفي Il y a un peu للمخلوق صار مدحا ولا ذما ويتدي لو بسونغو تكون يوانيزي تشوكوسوغي طيب انا ساضرب لكم مثالا كاتليتي تشوكولاتي لو كنت تمشي مع زوجتك ولي مكو موت امبلا نووو واروندا مبانجي مديكدا وجاء رجل أو شاب تحرش بها تحرش تعرف تحرش لا يعني مثلا لمسها أو يعني اعتدى على شيء لو بقى أمها بيجا لا مبادكو وكش بيجا بيجا وكش تنوشي وشعره فقلت له لا ما يصلح هذا الكلام بهذه الصورة لو مكان بمهو كانت يعيش سجلون جيش كورا جوكوزي هل هذا ممدوح؟ هل هذا مقام مدح ولا ذم؟ مبيرا فرقنا بيتو تتندو تشيكو باكي هوني ذم لكن لو غضبت هنا نيس نقوني يزي مدح ولا ذم؟ كيلوني باكي بي ها؟ لو غضبت غضبت علي لأنه اعتدى على زوجتك ومنيجي نهرته ومسكته Mnyiki danza chokwata kumchala wo nyizi ola kwata matai mori muyo ola chiko ha matuna odam kitendo chibo bachikunyi nimaga yakono mugamba chi mutwe chikambo chim dam aje mada yafal kakati kumchala na tegeti andi yaskut yani jomwa myasike usirisi amukube ngumi يجب أن نعرف الأفعال والصفات أنها منها ما هو في مقامات يكون مدح ومنها ما يكون ذم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب متى؟ إذا انتهكت محارم الله إذا انتهكت المحارم فالغضب هنا ممدوح ليس مذموما اجتند شوكو نيكا شوينو كمانيا سيبري كسيرا اجتندو تيبي جسنزيلا شيفوكي yebibandeo nenabi sallallahu alaihi wasallam yatabukanga nanyiga nabaliwone batuka nokutia singa yalabanga ngawaliwo ebimukumateka ga Allah ebinyomeddwa aho nga atabukira dada mukaseera akafanagana bukati okunyiga kiba kitendo kirungi so si yate kutekuseka busesi na ولذلك اذا تاملنا ايات الغضب التي أضاف الله سبحانه وتعالى غضب إلى نفسه نجد أنها في مقامات يستحق صاحبها الغضب أن يغضب عليه القاتل قاتل الذي زهق نفسا مؤمنة زهق متعمدا هذا غضب الله عز وجل عليه لأنه يستحق الغضب الكفار كذبوا الله عز وجل وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم يستحقون الغضب وما جاء الله يغضب على المؤمنين لا ولذلك نثبت هذه الصفة على وجه الكمال المطلق لله عز وجل. وعند دوقي تجريز من القرآن، أبي فو الله وافلا كده أنت أباني زين، وجبر بانجا، وسونغ بابورونج، أني كده مونتو كتة مونتو، وريازا مانيا،
anyigira muntu kulyaza manya maliyoni ku gena bikolo bya kuseku kutambuze ebifo byonna byakulagira mu kyabanyize byo byetagisa so si kulaba ate kulyaza manya ate kunota nyiga ati nakyo kitendo kibi kati ekitendo ekyekya Allah omunyiiga tukimukakasaako kubanga ebifo wata tewali wagambira nti wano anyigidde omukkiriza olwokuba asadde ti anyigidde omukkiriza olwokuba asiibye ebifo byonna wanyigira wateekeddwa okubanga waliwo obulyaza manya waliwo ezambi ennene waliwo 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 na طيب الاصل الثاني ان ننزه الله عز وجل عن النقص يعني ان ننفي عن الله عز وجل اي معنى من معاني النقص لكن لا يقودنا هذا الى ان ننفي شيئا من الصفات الثابته كاكاتي متيكو مولانا ويكونت الله تبارك وتعالى تمجاك المتندو يوني بنيومي هو ويكتندو جنانك جا بنيوموف chawansi tumutenda nacho jalla jalla kasachi banga chinyomewa ne jukira ndorusa nabi yitaka kwatulaba bya kunyomofu atebe tuno kubika kasa kwanga tebiba bya kunyomofu ngawe tulabi okusungu na min as-sifat allati nanfiha 'ala Allah 'azza wa jalla madha اعطونا صفات والويم تند تفاهى الله عز وجل عن نفسه قال يا وانسي تتويت ان الله لا ينغى بكو تبيلينا متو يجي تند شي البكاء البكاء يبكي ان في يعني ان في عن الله عز وجل لكن انا اريد بالدليل يعني بالدليل وجلسي يعني ننفي عن الله عز وجل النقص عموما لكن اعطوني دليلا على اشياء منفيه بدليل شرعي ليته وجولي سنقال لك انت من السفيدين انت تختار طيب هناك لا تاخذه سنه ولا نوم يعني نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه النوم والسنه مهم الله بيجيكو بيتندو بيا وانسي اكسماغيلا نو بيباكا ابي بيتندو بيا وانسي نيوم تبيكواتكو الله كذلك نفع عن نفسه الظلم نوبل يا زمان يا قاعد يا زمان الشريك الولد الجهل الخيانه الى يتابل مبسيرو سيرو الجهل تاينا من نت واتامزنا ينسونغ تفليون الفكرة بيتشيش داكو وابرزنت كنت مجيكو تلقاني تتالينا قابلنا ييبيو تالينا كلا يكا كبانجي بتندو بيا وانسي kubanga okutuula n'obakubi okulandi weetaga bayambi eyetalina Allah tabaraka wataala nafaa nafsi lajiz la yajaz yetalimwa talimirebwa talimwa teri kimulima kubanga ekyo kitendo kya wansi طيب هذا هو الاصل الثاني نعم لا نريد منكم جزاء ولا شكور لا هذه ليس الصفات المنفية ابتغي أنت وقبا جزاء كنونج نوكي بزاء كنونج بسيبي وإنما هم قالوا لا نريد إلا الإخلاص يعني نريد ما نريد منكم جزاء يعني يا يوكيرا من الناس وقزبين من الميمينون جبقى أنت بواسا قرأ كنية بزاء وقبا مبيج سنتين بتاقب طيب الأصل الثالث ومرسين جوكسر قطع الطمع عن معرفة الكيفية للصفات ما انتبهت طيب أننا لا نعرف كيفية الصفات تتمني إنجلي يبتندوي ويفعلنا ولذلك لا يقال في صفات كيف ما نعرف الكيفية kyo na bitendo byetu tugatu atia kija kija wali kitumanyi twala kitwali ngwa kiganda yani mitha qawli subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa hada ithbat wala muthbat katyo gamba ati musasizi allah alikuna mulonda atebengede ekyo kwekakasako kintu banenna ithbat yekakasako
جعلي كنا ملوندو أتبرك. ولذلك نثبت لأن الله أثبت، لكن كيف استوى؟ الله أكمل وأعلى وأجل من تصوراتنا. كاتي أوزي ويولي أهدون داتيا على نمي يسي نمي أنكزت إبسيبيا في من يبو من ياتيا لكنا ملوندو أتبرك. أسازيكو تتولي كبود داوتها على يكوبا أسازيكو وقوم كنا أبتد مجفو وقوت أبوكو كنزي بمبسيرا وتولى كتوار سيتي الرحمن على الأب شي استوى ayikuna mulonda tebengedde ate tatukula allah tatukula allah takula ki tatukula ku lwaki anti okutulaba bukoowu yatebengera butebengezi bal yadahu mabsuutatan hatha ithbat wala mauthbat omukono gwe yagugolola ekyo akyekakasako takyekakasako لكن يأتي من يريد أن يشوش على عقيدة الإثبات يقول طيب كيف يديه أو كيف يداه؟ يقول لا نعرف، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأكمل وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فأكانتي إيجو جتوالا قتوالا جتوالا إسوسي جو مكونو وطنولي جو بوكو وغالينغا وطنولي جو إنجين ولوزنتي بي 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 قتوالا قتوالا زنتي عينو مكونو باس toyingira gwakula kutya bananenze okuvunula obulaku bwange buweddewo. Walidhalika alladhi yasal an alkayfiyat lan tabqa lan yabqa lahu shay min alsifat yuthbituha sayaqul kayfa yasma kayfa yubsir kayfa yada kayfa lahu wajh kayfa yastawa ala alarsh kayfa yaghdab kayfa yarda kayfa yuhib idhan sayunfi umum alsifat. Ogudda atudatya ku ntebe mu bitendo byalaba ne tulooza nti alaba nga gwe olaba mu bitondo ebyawulira ne tulooza nti okuwulira nga gwe kugo kubanga okulaba okugo n'okuwulira okugo binafu bikendeevu kubanga tugenda samiu albasiru awulira alaba naawe owulira okulaba si bwe kiri ebyo ebyo byonna bikendeevu tuweza nakulaba ali mabega wa kisenge ekyo okuwulirako kukendeevu abantu basatu ne bajja ne boogera lumu awo oyinza okubawulira naye fenna atuwulira mu ddakiika emu n'ennimi ez'enjawulo ne watamutabukako neeki byonna nawulira ti nadde agamba kino n'oli adde agamba kino mu nnimi ez'enjawulo mu kasekensa ku kamu naye okuwulira kwaffe kukendeevu ne baboogera luganda lwokka ne babeera basatu oyomba era bagamba nti abaye tusooke mulindeko mpuliriza omuumu nze ndi muntu mubadde ki olaga nti oli muntu ndi mukendeevu mundeke ye allah tabaraka wa taala tewali buzibu wenna bawulira lumu kubanga okuwulira okukwe kunyufu okulaba okukwe kunyufu byebitendo byetwogeramu. هذا جملة ما يتعلق بالأصل الأول وأخذ معنا أكثر الوقت لأن الأصل الأول وهو الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول وأعظمها وأولها وأساسها وأولها. يبينو بيمك بيتنو كمانيا إذا تتوالي بيهود ديهونجي قاتو بيتما تما سونغا تواليت سوبيلا تنكينو كوينيكوني لساوي النامبا وانكا تيكوني ساو tuli wala naye tutobudde bungi nga tubite maatemaizan laalana sheikh indahu mushkila bisoot alhamdulillah anana yani akmalna ma yatallaq bilasl alawal walaala inshaallah taala yakun hunak liqa akhar lilkalam ala baqiyat alusul inshaallahu taala صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بناي سابي نبي نعمان منو شوفوا جزاك كوري كونجز أي سابي نزمي سا بير شابو زي وان أوا ستوفي بني ما جود نف مسلو بموان نا جينغولينغا إيش سوديف نام
nemusaba siriseuya bulungi ati nali saategeri nali badde empita abalala ne bajjanga Sheikh Kyobe, Sheikh Abdulrazak ne Sansobodde. Omusomesa affe atuttemu mukwano gwaffe Dr. Al-Ustadh Abdallah Al-Bubeyi Emanyage nga musomesa mu Imam Muhammad University Riyadi era nga atira okujja eno nabo bakubi atujjukiza mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Omusajja mu Saudi mutambuliki munnamme nga bwe mumulaba bwe tubagambako mulowooza tuba tuli omukomedi uyo mutunuulire era bw'anaayimuka mwetegereze kanzu ye wansi mutegeere nti bye tubagamba si komedi wabula n'abasajja abo babitusomesa era babitulwanako bisala bwe mu nkola atuteko mu aqida. Samugambye musomo gwonna tubakubanga twamusabye atutwale mukulugumalamu we tuli wennyini ali ajja tutwala naye ye alonze bulonzi topiki eyo natutwalamu yadde atuwadde 2 hours nilwakuba ate ntwadde ate ndaabwe nkifaka ennyo kijja kuleeta ate obuzibu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairi tujja kujja tumukwateko mukibatu mpona mpona. Assalamu alaikum. Thank you.